أنا أعتقد أن الحوثيون لا سياسة لهم، وكما ذكر الدكتور خليل هم فعلا هم مدارون، هم يعني مطايا لإيران، توجههم كيفما شاءت. وإيران لا تريد أن تنهي هذا الضغط على المملكة العربية السعودية، لا تريد أن تنهي هذه الورقة التي ستفيدها أو ربما تعتقد أنها ستفيدها في أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة أو مفاوضات تريدها مع المملكة العربية السعودية. ولذلك هي تكثف هذه الضغوط التي تستطيع أن تنكرها في كل وقت، وتقول أنه يعني هذه صراع ما بين السعودية واليمن ولا علاقة لي به. وحتى الصواريخ التي أكدت الأمم المتحدة في تقاريرها وخبراء أن صواريخ إيرانية قالت إنها ربما اشتريت من السوق الحر، وأننا غير مسؤولين عن دعم هذه الجماعة. فأعتقد أن الحل ليس في صعدة ولا في صنعاء، الحل في طهران، والمملكة بصبرها وبما تريه للعالم من حرص على السلام. عندما جاءت إدارة بايدن قالت بأنها تريد السلام وستعمل من أجله، ومن أجل ذلك سترفع التصنيف عن الحوثيين كمنظمة إرهابية وستعيد التواصل مع طهران، ماذا كان الرد؟ هذا هو الرد الذي كان في مقابله هدنة أطلقها التحالف العربي بإيقاف الحرب من طرف واحد وباعتقادك يا والترحيل بكل. دكتور خالد، باعتقادك نعم، ما هي الخيارات أمام السعودية بعد هذا الهجوم؟ وهناك الخيار العسكري. نحن نستطيع أن نقول للعالم أن صبرنا قد نفذ، وأننا كما قالت أمريكا أنه من حق السعودية الدفاع عن نفسها، وأن سندعمها في الدفاع عن النفس. هذه يعني توصيف حقيقي وقانوني للدفاع عن النفس. عندما تتعدى عليك دولة أو جماعة فمن حقك أن تدافع عن نفسك. يعني إسرائيل تدعي بهذا الزعم عندما تهاجم جنوب لبنان أو تهاجم غزة كلما أطلقت طيب، عليها صواريخ، والولايات المتحدة تؤيدها في ذلك. وعندما يأتي الأمر إلى المملكة العربية السعودية فهناك قولان، وهذا الأمر الذي أعتقد أنه المقصود بكلام التحالف العربي أو تصريح التحالف العربي بأن هناك رد حاسم قادم طيب بإذن الله. سنرى ماذا سيحدث، أكيد هعود.